للا فاطمة. نعم سيدي. عندك وليدات؟ انت ام ولا مازال؟ عندي. عندك. اييه ام جوج وليدات، عندي ريان ونسيم. الله يخلي لك ريان ونسيم، ويخلي لك ابو ريان وابو نسيم. لا لا يخطيك، شكرا بزاف. للا فاطمة، الامومة هو واحد الاحساس رائع. في غالب الاحيان السيدات يعشقن ان يكون امهات، الا العيالات اللي عندهم اختيار اخر، هن حرات طبعا. اصغر ام في تاريخ البشريه لحد الساعه. اي 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 يا مستمعي الكرام ومشاهدي الاعزاء، هذا السؤال جوابه غادي يفاجئكم بزاف. اصغر ام في تاريخ البشريه، في تاريخ الانسانيه لحد الساعه، شحال كان السن ديالها؟ وهي حالة نادرة ونادرة جدا. يلا يا مستمعي الكرام مشاهدي الأعزاء، للا فاطمة أصغر أم في تاريخ الإنسانية، خذوا مولا للتفكير، شنو كتقول يا فاطمة؟ ماذا تقول فاطمة؟ راه عندك مساعدة، إلا ما لقيتي الجواب راه عندك مساعدة. شنو بالك مشيو للمساعدة؟ ناخذ مساعدة وناخذ معلومة. أصغر، طبعا هذا هو الأهم للا فاطمة، أصغر أم في تاريخ البشرية، ثلاثة الاحتمالات، عمرها 5 سنين، عمرها 7 سنين، عمرها 9 سنين. أصغر أم في تاريخ البشرية في عمرها 5 سنين، في عمرها 7 سنين، في عمرها 9 سنين. هذه طبعا من المعلومات الغريبة والنادرة. للا فاطمة، غادي نقول 7 سنين. أصغر أم في تاريخ البشرية العمر ديالها بالضبط 5 سنين و7 شهور. 5 سنين و7 شهور، غادي تعجبوا كيفاش هذه القضية. هاد البنت الجنسية ديالها بيروفيا من البيرو، تزادت سنة 1933، في 1939 14 ماي تحديدا 1939 اكتشف انها حامل. باها داها للطبيب لانه جاب الله انه عندها شي ورم في البطن ديالها، لما قلب الطبيب لقاها حامل، ولدات بالفعل وليد، ولدات وليد في الحمل ديال 7 شهور، ولدات هاد الولد وعاش هاد الولد، ما ماتش وباقي عايش، وهذاك الوليد وهو كيكبر كيلعب مع ماماه على اساس انها اختو، وبقاو هكذاك حتى كبر وعاد عرف الحقيقه باللي ديك البنت راها امه. واستمرت هذه القضيه حتى كبرات البنت ووصلت لسن 39 عام وعاد ولدات. فبقى الامر محير، هل هذا الحمل ناتج على علاقه جنسيه؟ مثلا هذه البنيه واش تعرضت لشي اغتصاب ولا شي حاجه؟ لا. لدرجه انه في البيرو في ذاك الوقت كانوا كيقارنوها بمريم العذراء. علميا شنو كيمكن يوقع؟ علميا كيقول لك اودي كيمكن يكون واحد الفيتوس، واحد نقول واحد الحيوان منوي بارازيت اللي كينتقل من الرحم ديال الام اثناء الحمل بتلك البنت للرحم ديال البنت اثناء التكوين ديالو في بطن الام، وكيبقى كامن وخامل في البطن ديال البنيه، ومن بعد كيمكن تحمل. الغريب في الامر ما سولتونيش وقتاش حاضت هاد البنت، وقتاش جاتها دم الحيض. جاتها دم الحيض العادة الشهرية في السن ديال 3 سنوات. إذن هاد المعلومة الغريبة الصحيحة 100% طبعا هي من مصادر موثوقة، هي لفتاة تعتبر لحد الساعة أصغر أم في تاريخ البشرية، 5 سنين و7 شهور.